طيب، لافت للنظر أيضا هو اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدولة الأوكرانية بأن أوكرانيا سعت لتفجير خط أنابيب تركي، وتوعد أيضا بالرد على أي هجوم مقبل. كيف ترى هذا الاتهام وما حقيقته على أرض الواقع، خاصة بعد تفجير أو أعمال تخريبية ضربت نورد ستريم؟ يعني هذه مثل ما قلت، أيضا نرجع إلى المربع الأول، هي اتهامات يسوقها لإعطاء مبرر عن هجومه اليوم على أوكرانيا. لكن قد يكون، يعني لحد الآن أنا ما عندي معلومات حول هذا الموضوع، يعني أنا قرأته كما قرأته أنتم في الخبر. لكن يعني دون أدنى شك أنه إذا كان هناك هدف بهذا الشكل، هو لنتيجة ما يحدث من أضرار على الطرف الآخر على أوكرانيا، وبالتالي فإن يعني عملية تفجير الجسر أعطى مؤشر ومجال لأنه المخابرات الأوكرانية تستغل أي نقطة ضعف موجودة ممكن تكون، ويتم استخدامها بهذا الشكل، سواء كان مناطق، سواء كان رتل عسكرية، سواء كان يعني مجال آخر. أنا أعتقد يعني الآن المعركة خرجت عن السيطرة بالشكل التقليدي الذي كان متبع في الحروب وفي يعني من يعني أنا يمكن غطيت حرب الخليج على سبيل المثال، والحرب العراقية الإيرانية، كنا نجد جيش وجيش آخر مقابل له، ويتم محاولة السيطرة على منطقة من هذه المناطق، سواء كان بالهجوم المباشر أو بالالتفاف ومن ثم احتلال الموقع.